تاريخ عمان، إعداد الدكتور محمد بن حمد العريمي. عرف عن السلطان سعيد بن تيمور أنه كان كثير الأسفار، ولم يدخر بحسب الباحث صالح البلوشي أي فرصة للسفر والترحال داخل الهند وكذلك في العراق خلال فترة دراسته، وهو ما منحه فرصة ثمينة لمعرفة أحوال الملوك والممالك والرخاء أو المعاناة التي كانوا يعيشونها أو يعانون منها وأسباب ازدهار واضمحلال الدول. لذا فقد قام بالعديد من الزيارات والرحلات والجولات الداخلية والخارجية، من أبرزها جولته العالمية بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة بين عامي 1937 و1938، وزياراته المتكررة إلى الهند وباكستان، وزيارته إلى مصر والشام في إبريل 1944، وزيارة بريطانيا في يوليو عام 1955، والعراق في أغسطس عام 1955، وغيرها من تلك الزيارات. في هذا التقرير تتوقف أثير مع زيارة قام بها السلطان سعيد بن تيمور إلى بريطانيا في بداية يوليو عام 1955، أي قبل حوالي 67 عاما من الآن، للتعرف على أسباب تلك الزيارة وأبرز تفاصيلها. نبدأ زيارة بريطانيا عام 1955. قام السلطان سعيد بن تيمور بزيارة إلى بريطانيا خلال الفترة من 3 يوليو وحتى 6 أغسطس عام 1955، وذلك بغرض تلقي العناية الطبية والتعرف على الأوضاع المختلفة في بريطانيا والسياحة. وقد رافقه خلال الزيارة الوالي إسماعيل بن خليل الرصاصي واثنان من المرافقين، حيث وصل إلى تيلبري على متن السفينة أركيديا يوم الأحد 3 يوليو. وقد تم تنظيم برنامج متكامل للسلطان خلال زيارته، حيث حضر في يوم 7 يوليو مأدبة غداء في قصر باكنغهام بحضور رئيس الوزراء البريطاني، كما التقى بعدد من المسؤولين البريطانيين في زيارات متبادلة. أفردت عدد من الصحف البريطانية مساحات صحفية للحديث عن دعوة الغداء الملكية التي وجهت للسلطان سعيد بن تيمور ومرافقيه، وذلك في قصر باكنغهام يوم 7 يوليو. ومن بين تلك التغطيات تغطية جريدة بيلفاست نيوز لخبر دعوة الغداء الملكية، صحيفة بيلفاست نيوز في 8 يوليو عام 1955، خبر صحفي يتناول دعوة غداء على شرف السلطان سعيد في قصر باكنغهام، خبر صحفي آخر يتناول موضوع حفلة الغداء في القصر الملكي، صحيفة ويسترن ميل في 8 يوليو عام 1955. قام السلطان سعيد بن تيمور وواليه إسماعيل الرصاصي بزيارة لعدد من الأماكن والمعالم، حيث زارا مركز الشرطة البريطانية سكوتلاند دايرد وتجولا في أقسامه، كما زارا إحدى المزارع الحديثة في مقاطعة كنت وتناولا الغداء في كلية واي الزراعية هناك، وقاما بزيارة خاصة لمقاطعة سكوت تبعتها جولة في دار صك النقود الملكية. كذلك زار السلطان سعيد كتيبة المظليين في سهل سالزبوري ومحطة انطلاق المقاتلات التابعة لسلاح الجو الملكي في أبود، كما عقد محادثات مع ممثلي الخزانة لمناقشة أمرين، هما إمكانية توظيف السلطان لبعض أمواله في المملكة المتحدة وقيام دار صك الأموال بصك عملة لضفار تحمل صورته. وقد تناولت جريدة الفلق الصادرة في زنجبار زيارة السلطان سعيد بن تيمور إلى بريطانيا، وذلك في عددها الصادر بتاريخ 28 سبتمبر عام 1955، حيث أشارت إلى زيارة السلطان لدار الإذاعة البريطانية بي بي سي في لندن. وهذه تفاصيل الرحلة في مذكرات إسماعيل الرصاصي. أشار الوالي إسماعيل الرصاصي في مذكراته إلى مرافقته للسلطان في زيارته لندن في يوليو عام 1955، ووصف خط سير الرحلة كما وضع خط زمني للفعاليات المرتبطة بالزيارة،
ولم ينسى أن يشير إلى بعض الجوانب الاجتماعية والشخصية. وقد حدد إسماعيل الرصاصي تاريخ الزيارة والسفينة التي استقلها السلطان ومرافقوها بالقول إنه في 20 يونيو عام 1955 التقيت بجلالة السلطان في بورسعيد، ومن هناك ركبنا الباخرة المتوجهة إلى لندن. كانت الباخرة عظيمة واسمها أركاديا، تخص شركة بي آي تعمل فيما بين استراليا ولندن. ثم أشار الرصاصي إلى تاريخ وصولهم وأبرز المعالم والأماكن التي قاموا بزيارتها، حيث يقول: في 2 يوليو وصلنا لندن، وكان في استقبالنا أحد من وزارة الخارجية. زرنا خلال هذه الزيارة أوسكوت لاين دايرد، هو مزرعة صغيرة لحلب الأبقار بالكهرباء، وكيفية سقي المزروعات بالرش، وكيفية حرث المزروعات. ثم ذهبنا إلى سالزبوري لمشاهدة مناورة بالباراشوت وهبوط الدبابات والجنود من الطائرات وهي في الهواء. زرنا معمل صك النقود وفيه معرض النقود، وزرنا متحف الشمع وحضرنا عرضا في السينما. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.